إله شاكم في حي الرحماني الزنقة 25 رقم 44 سيدي مومن. وعدي هذا الدري دابا 18 عام اللي كانت عدو 7 أيام ضربوا بوصفير ومنك لدنا عاس في السبيطار 15 يوم ملي كانت عدو 7 ايام ضربوا بالصفير نعس 15 يوم في السبيطار خرجوا قال لك راه غيكون شويه لاباس وبقى هو دابا يتحرك ما يتقلب ما والو لاخطاء الدوره ما كاينش دابا الدواء اللي كيمنعسوا شويه ها كيفوتوا الضوء يبدا يغوت ما ينعس لا ليل لا نهار عدو 18 عام ده 18 عام حنا كنعانيو معاه بحال هكا دابا امو كتنوض مع 8 تبقى معاه حتى ل 12 وفي العشيه والله كل مره تبقى معاه حتى للجوج الليل كتبغي تينعس تشربو الضوء يرتاح شويه عاد تحطو ينعس كندير السبيطار ديما السبيطار ودابا عايشه بالدواء ما كانش الدواء ولا السوائل ولا شي ما كاين ما ياكل حتى شي حاجه من الحانوت كياكل دانون والحليب شي اللي كياكلو لا ما يهضر مول مغط بحال كيما كتشوف فيه بحال الكوسا ما يتقلب لا ما قلبناه ما يتقلب عنده شي مشكل في الحلق كيبغي يتجيف كيدوش شي حاجه اللي كانت شي حاجه اللي غليظه شويه يرد كاع داكشي يردو والحاله بزاف علينا هادشي راه كتشوف فيه كيفاش الى بعدو 26 ديال الدول الشهر وعاد دانون وحلي والله 6000 ريال عدو للسيمانه دانون اللي دانون ولي كوش 4000 ريال ديال دانون و 6000 ريال ديال لي كوش ومكرفص معاه بزاف دابا مو والله الليله كتبقى معاه حتى للجوج وهي فايقه معاه الماكله ما كيبغيش ياكل دابا عاد هزو طوي توكلو يبدا يضرب ويغوت ومنا ما يبغيش ياكل ليها الترويض غالي باش غادي ليه الترويض ما كديرش ديرو الترويض والترويض قالك 100 درهم للحصه وباش يديرها لي قالك وديت انا واعر خاص ديول شي بلاصه اللي عندها التقويم قالك ما عنديش التقويم ديال الالات هنا في الحومه لو ما عندناش باش غنديروا ليه الترويض ما قدناش حنا 100 درهم راه واعر ما قديناش باش نتبعوا ليه مع هذا الدواء ومع هذا ودابا مع هذا المرض حنا باركين ما كنا ما خدامين ما والو وما كرهتش انا ولدي نوض يتحرك بلا ما يقرب له ولا عينو يتحرك ونشوفو يمشي ويجي يكون يبرك لينا البرك دابا ما يبرك ما والو شكون اللي كره ولدو يشوفو بارك ويتحرك ويمشي ويجي ما كرهناش الحمد لله دابا 18 عام حنا معاه بحالكم كنطلب من المحسنين والناس اللي كيشوفونا الا كان شي حاجه يعاونوه كان شي ترويض باش يعاونوه ودابا راه كيبغي يتفرج كنحطو يقابل مع التلفازه ما لقيناش باش نحطو ليه شي تلفازه يتفرج فيها ونطلبوا من الناس يشوفوا يديروا بحال ولدهم راه يشوفوا راه مع كيشوفوا في الحاله ديالو ديما بحال هكا ودابا راه عاد الدواء اللي كان ماخذو كان باش يتعاونوا معاه الله يرحم الوالدين راه ما عندناش كتشوف الحاله كي دايره ما كاينش